السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، تكملة لسلسلة المبتدئين اللي إن شاء الله وعدناكم إنه إحنا نكملها مع بعض حتى الاحتراف، يعني حتى إنه إن شاء الله نصبح محترفين في هذه المهنة. طبعا إذا طبقنا كل شيء بالشكل الصحيح وبالشكل السليم. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن طريقة اخذ البيانات للمحرك، عن طريقة تكلمنا كمان عن طريقة تقطيع الملفات بشكل صحيح بدون ما نأذي الحديد، وتكلمنا عن ترتيب تسقيط الملفات، وتكلمنا انه اذا كان الملفات المجموعات مجموعة مختلفات، يعني عدد ملفاتها مختلفة، إن كان مثلا مجموعة ملفين أو مجموعة ومجموعة ملف، أو إذا كان المجموعات متساوية العدد، كيف طريقة تسقيطهم وكيف ترتيب تسقيطهم بالطريقة الحلزونية اللي زي ما انتم شايفين هيك بالطريقة الحلزونية هاي. فإن شاء الله اليوم بدنا نكمل بالسلسلة هاي. بدنا بعد ما سقطنا الملفات بالكامل بدنا الآن نربطها بشكل صحيح وسليم. طبعا احنا بنعمل سنارة من سلك زي هيك، وبنربط السلك في اخرها بطول معين تقديرا، يعني انت بتقدره، وبتيجي عند اخر مجموعة تقريبا وبتبدأ التربيط من عندها. افضل شيء انا يعني انا شفته انه بتبدأ من عند اخر مجموعة وبتبدأ التربيط من عندها. طبعا اول ربطة تربطها بالكامل هون عليها، بهذا الشكل طبعا، وبتحاول انه ربطك يكون شديد على اساس انه الملفات تتماسك مع بعضها. طبعا احنا يعني عشان بس معلومة، بس عشان نعرف احنا ليش بنربط المحرك، احنا بنربط المحرك وبندهن ورنيش لعدة اسباب، يعني اهم هاي الاسباب على اساس نثبت الاسلاك ما تتحرك، طبعا بالاضافة الى العزل وامور اخرى، لكن من اهم الاسباب انه نثبت الملفات. يعني التربيط ليش بنربط المحرك؟ على اساس انه نثبت هاي الاسلاك. انتو عارفين يعني الاسلاك هيك يعني جنب بعض، هيك اسلاك كل سلك منفرد زي هيك، فاحنا بنربطها على اساس انه نرص الاسلاك على بعضها على اساس السلك ما يهتز. طيب السلك شو اللي بده يخليه يهتز مثلا في المحرك؟ اللي هو اللي بخليه يهتز الهيرتز، الهيرتز اللي كنا بنعرف وبنسمع شو عنه الهيرتز، شو هو الهيرتز؟ اللي هو 50 ذبذبة في الثانية. طبعا الهيرتز الكهرباء، يعني احنا بنسميها بالعامية، بتيجي وبتروح، بتيجي وبتروح، يعني زي النبض هيك بتيجي وبتروح 50 مرة في الثانية. يعني الكهرباء بتيجي بتتحرك 50 مرة في الثانية، يعني تخيل انت 50 مرة في الثانية الكهرباء بتتحرك. فلما يمر التيار او الكهرباء تمر بالسلك، فالسلك لو احنا نشوفه مثلا بمكبر او نشوفه بشكل دقيق، بتلاقي السلك بيهتز، بكون السلك بيهتز نتيجة الذبذبة هاي، بكون السلك يهتز. طبعا مع الاهتزاز الدائم والتشغيل الطويل والفترات الطويلة، في الاخر العازل بتلف من كثر الاهتزاز الدائم، فالعازل بتلف وممكن المحرك انه يحترق بعد تلف العازل الموجود عليه. فلذلك احنا بنربطه وبندهن ورنيش على اساس انه الاسلاك تمسك ونثبتها وما يصير فيها اهتزاز. طبعا موضوع الهيرتز انه بتحرك وكذا، بتقدر انت تكتشف هذا الموضوع، يعني بتقدر انه تشوف الضوء اللي في البيت عندك او اللمبة، الضوء الطويل الابيض احنا بنسميه النيون، بعرف شو عندكم بتسموه. بتقدر انت تشغله تضوي وتقرب عينك عليه، تقرب عينك عليه
يعني قريب جدا عينك عليه راح تلاحظ انه جوا في الضوء بيهتز، الضوء راح تلاحظ انه بيهتز. هاي هي الذبذبة، هذا هو الهيرتز اللي هو 50 مرة بالثانية. طيب نرجع لموضوعنا، موضوع التربيض. طبعا احنا زي ما ربطنا هنا بنبدأ مع الملفات بالاتجاه الشمال على حسب تسقيط، طريقة تسقيط الملفات. هاي الطريقة هنا بنبدأ بالشمال على اساس ايش؟ احنا بنبدأ بالشمال، او انا بدي نبدأ بالشمال على اساس انه هاي الزاوية يجي عليها خيط ويشدها، افضل ما نمشي بالطريقة العكسية. فكل زاوية ملف زي هيك بنحط فيه خيط وبنشده افضل. طبعا بندخل السنارة هيك وبنسحبها وبنخلي تربيطنا يكون شديد. وكل مجرى بنحط فيه خيط، يعني في بلاحظ ناس بحطوا في كل مجريين بحطوا خيط، لا كل مجرى حط فيه خيط افضل من انك تحط في مجريين زيادة في التثبيت، حتى تضمن انه كل الملفات يكون الخيط ربطها وشدها بشكل ممتاز. طبعا ممكن انه انت لما تيجي على زاوية زي هيك ممكن انك تحتاج شوية دق على الملف، وممكن تنزله هيك دق عليه هيك من فوق دقات خفيفة ودق عليه لجوا على اساس انه الملف من هون يكون اقل من مسافته او ارتفاعه اقل من حديد الاستاتور، اساس البوبين لما يدخل ويدور ما يحتك في الملفات. وطبعا نبعده عن جسم الاستاتور من 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 ورا من هون من الخلف بطريقة، بنحط ورقة زي هيك مثلا وبمفك او بشيء او بخشبة بنثني الملفات للخارج هيك، بنبعدها عن الحديد على اساس ما يضرب في الحديد، يعني بندق على السلك من هون وبنرفع الملف من تحت ما يضرب في الحديد وبننزله عشان البوبين وهو بدور ما يحتك في الملفات. وطبعا بنكمل تربيطنا احنا بشكل سهل وعلى مهلك وما في مشكلة وما تتأخر وما تستعجل، على اساس انه تشتغل شغلك صح وما يصير معك مشاكل. طبعا احيانا نيجي ندخل السنارة ما بتدخل معنا، بتغلبنا، بتضرب في الورق العازل او بتضرب في اي شيء، بتحاول انت تدخلها قد ما تقدر. طبعا اذا ما قدرت وكانت بدها تسحب معاك الورقة اللي في المجرى وتخربها، لا انتقل لمجرى اخر وتركها هاي، افضل ما تمزع الورقة اللي في المجرى، لانه اذا مزعت الورقة اللي في المجرى مصيبة، ما راح تعرف تعمل اشي وما راح تعرف تعزلها زي الناس وبشكل جيد. فلا والله ببعد عنها وبحطها في مجرى ثاني افضل ما اني امزع الورقة واخرب العازل اللي في المجرى. طيب انا بربطه ان شاء الله وبورجيكم شكله بعد ما اخلص ان شاء الله باذن الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.